ما المسألة؟ ما المشكلة معهم؟ أما هم أنزلوه في غير منزله. أولا فعلوا معه أمرين، اشتدوا بعض النصوص نفاقا للحاكم وعمموا في بعض الأمور، في بعض الأمور، وقالوا النصيحة ما تكونش إلا سر، وقالوا يعني وصلوا إلى أمور خالفوا فيها العلماء، خالفوا فيها العلماء، ولم يستطيعوا أن يأتوا بقول ابن تيمية في ذلك وكتبه منشورة، واستعملوه استعمالات خاطئة، وصلوا بالحاكم ولو إلى الكفر البحر، حتى قال بعضهم ولو كان كافرا. ونسلم يقول ولكن من رضي وتابع، رضي وتابع، لا تأخذوا بالله لوم تلايم، كل هذه أذهبوها وأسقطوها ليبرروا أن الحاكم ما فعل، كما خرج هذا الذي خرج على الناس لم يوفقه الله وقال لك حتى تشبح يزني ولا تشبح يشرب الخمر نص ساعة كل يوم. هذا كلام سلف، هذه الطريقة هي التي لا نقتضيها.